بالنسبة لهالاند 52 هدف الموسم الماضي، وهالاند أعتقد هداف الدوري الإنجليزي، وكان له دور كبير إن الفريق ياخد دوري الأبطال، فأعتقد جوائز مستحقة. افرح بالجائزة دي بقى هالاند عشان البالندور محجوزة لميسي. أنت بقى مكانك في ميسي في البالندور تسقف له زي ما الناس كانت بتسقف لك كده في الجائزة دي، فجائزة مستحقة بس كفاية عليك كده. ممكن يصل لأرقام ميسي، ممكن أيضا أن يصل لجوائز ميسي وهو بهذا العمر. طبعا ممكن يوصل للأرقام، إنما مش هيوصل للمتعة ولا الأداء اللي بنشوفه مع ميسي. ميسي حاجة مختلفة. أيوة. أنا الصراحة يعني كلام عن ميسي حرمنا ميسي إن إحنا نتكلم عليه، لأنه راح في حتة بعيدة عننا ومش ما بنشوفهاش كتير. غرمنا $14 بس عشان أشترك في وأشوف مبارياته. إنما هالاند ده ممكن يوصل للأرقام وممكن يوصل للبطولات، إنما عمره ما هيوصل للمتعة ولا الأداء اللي إحنا شفناه مع ميسي.